هذه المادة الداخلة في البناء الوحدات السكنية كانت تستورد من الكويت ومن الأردن ومن إيران ومن السعودية إلى العراق لتلبية حاجة الوحدات البناء في الوحدات السكنية. اليوم فضل قرارات مجلس الوزراء ودعم المستثمر والمنتج العراقي المحلي منعت هذا المنتج من الدخول للعراق، وبالتالي شجعت المستثمر العراقي بإنتاج هذا المنتج ليلبي حاجة السوق وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة. أجواء العراق مفتوحة بما فيها الحدود والموانئ والجمارك، أصبح السوق العراق سوق رديء جدا بكافة البضائع غير المسيطرة على الدولة عليها. التوجه الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات الاستثمار المحافظات انه تشجيع القطاع الخاص حتى ينافس البضاعة على الأقل اللي مو عالمية لكنه يضاهي بالدول الجوار. وبالتالي فخر للكل أن نرى منتج يكتب عليه صنع بالعراق بعد غياب هذه الفترات الطويلة.